يا ابني انت تقوم مش زبط ده، عايزين نبدأ الحلقة. ديكو فريق فاس. اهلا وسهلا بيكو في اول حلقة من برنامج هستيريا. النهاردة حلقتنا مهمة جدا، بتتكلم عن مشكلة حصلت وعمالة تحصل للبلد من فترة قريبة، وهي الكهرباء اللي عمالة تقطع كل شوية. يا جماعة المشكلة دي زادت عن حدها في عصر الرئيس محمد مرسي. قالك ان هو يحل مشكلة الكهرباء، والراجل فعلا كتر خيره حلها بانه قطعها. بصوا احنا ممكن نكون بنظلم الراجل ده، يعني ممكن تكون حصلت مشكلة معاه خلت الكهرباء تتقطع في البلد كلها، ممكن غصب عنه يعني يا جماعة، يعني مش بإرادته، مش دايما كل حاجة برضو نمسك في الرئيس. يا جماعة لازم نفهم ان الناس دي بتتعب عشان احنا نعيش، ولا ايه؟ ولا ايه يا ريس؟ مش انت برضو بتتعب عشان احنا نعيش؟ بصوا احنا معانا اتصال تليفوني من واحد من قلب الحدث، هو النور قطع عنده دلوقتي، وهو بيتصل بينا عشان يوضح لنا ايه سبب انقطاع النور. معانا من قلب الحدث الاستاذ سليمان المطرطر، قصدي المتصير. الو الو يا استاذ. اهلا بالاستاذ سليمان المتصير. اهلا بيك يا استاذ. حضرتك تعرف الحلقه بتتكلم عن ايه؟ طبعا يا استاذ، بتتكلم عن القصاص. يا عم هتودينا في ده القصاص مين؟ امال ايه يا استاذ؟ احنا بنتكلم في الحلقه دي عن النور اللي بيقطع كل شويه، عايزين نعرف من حضرتك رايك ايه سبب انقطاع النور المتواصل. يا استاذ جتني على الجرح والله العظيم، الواحد مش عارف يبدا منين. انا كنت يا استاذ بتصير لا بيا ولا عليا، ومره واحده النور قطع. ايه حضرتك بتصير يا استاذ؟ طب تمام. بس يا استاذ بقى، وبيني وبينك يعني يا استاذ، النور اما بيقطع بيديني فرصه انا والمدام نتكلم مع بعض شويه. تتكلموا مع بعض ازاي يعني يا استاذ؟ نتكلم مع بعض. خليك حدي بقى. تتكلموا مع بعض. يا خلبوس. محسوبك مش سهل برضه يا استاذ. نرجع لموضوعنا كده، وعايز اسال حضرتك سؤال. تفتكر ايه سبب انقطاع النور عندك؟ يعني مفيش حاجه مثلا في المنطقه حد بيتكلم بيقول لك ان النور قطع بسبب مشكله معينه كده؟ والله يا استاذ قد اثرت الاكاويل في منطقتنا دي، وبيقولوا لك ان طائر النهضه بيلف على منطقه في مصر، وبيبيد حوالي 10,000 بيضه في اليوم، فهو كل منطقه بينزل فيها حضرتك بيقطعوا النور فيها عشان يوفروا المناخ المناسب لقى طائر النهضه. حضرتك عارف بقى طائر النهضه يعني مش سهل برضه. وبعدين يا استاذ يعني النهضه دي حاجه كلنا بنحسها وبنحبها، مفيش حد بيشوفها. يعني انا اول ما اصحى من النوم ما بحس بالنهضه، او في كل حاجه بحس بالنهضه في حياتي. يعني الحمد لله ربنا يحفظنا الرئيس مرسي. طب حضرتك تعتقد ان الرئيس يعني مستني ايه من موضوع طائر النهضه ده؟ هو مستني حضرتك الطائر يفضل يبيض لحد ما يبيض 90 مليون بيضه على عدد الشعب المصري، ويوزع بقى على الشعب المصري، واللي في يد يعمل الاومليت الرئاسي بتاعه. شكرا لحضرتك. بس قبل ما اقفل معاك عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هو بصراحه واسره البرنامج يعني برضه عايزين نسأله السؤال ده. هو حضرتك ليه سميت اسمك يعني، او ايه فكرة لقب حضرتك بتاع المطرطر يعني، او المتصير لمؤاخذة يعني؟ حضرتك يعني بصراحة كده انا يعني اول ما كنت حضرتك في الحمام يعني وبدرت في الجميع. بس 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 كفاية، خلاص وصلت المعلومة. بس يا جماعة، ودي كانت طبعا فكره ايه سبب النور بيقطع، ومشكله طائر النهضه فعلا مشكله كبيره يا جماعه، لازم بياخد وقت عشان يبيض. طائر النهضه يا جماعه ده هو اللي هيوفر لنا المناخ المناسب بعدين. طائر النهضه ده يا جماعه هو اللي هيخلي مصر دي ام الدنيا. يعني احنا بدل مثلا ما هيبقى علم مصر وفستين نسر، هيبقى علم مصر وفستين طائر النهضه. يا جماعه طائر النهضه ده هو اللي هيحل لنا مشاكل النيل، انتوا ما تعرفوش حاجه. طائر النهضه ده هو اللي هيصلح لنا الكهرباء. طائر النهضة ده هو اللي هيدي فرص عمل للشباب. عشان كده يا جماعة لازم كلنا نرفع ايدينا لفوق ونقول يا رب يا رب خلينا طائر النهضة.